المونجويك هنا في برشا. هذا هو لقاء برشلونة ومباراة البرسا وإف سي بورتو في دار دوري أبطال أوروبا. فريق إف سي بورتو في الهجمة المرتدة يمشي الدول الإيراني. تريمي تريمي ممتاز لرافينيا، رافينيا تسديدة والحارس يمشي رافينيا محاولة التقدم. رافينيا حاول يشوت، نظرة في الدفاع فماش تسلل والحارس يتصدى، يتصدى الحارس كوشتا للكرة الأخيرة من فريق برشلونة أو المحتل المرتبة الثالثة في الدوري البرتغالي. 25 نقطة مقابل الصدارة لقطبي العاصمة. كنترول عن طريق جواو وكرة خطيرة لبرشلونة مع الكورنر. ركنية للكابتن يمشي غوندوغان بالراس وكرة من أروخو أوت أو مارتينيز. يلعب كرة ممتازة، توزيعة كانت ممتازة من مارتينيز ولكن تخرج برا أوت. هاكينيو من الجناح يلعب الكرة لتريمي خطيرة وفرصة إلى ركنية لبورتو. تقريبا فريق يعرف إذا يخسر اليوم مش يتعب برشا في التصفيات القادمة، لو أنه قلت البرسا عنده أكبر حظوظ للصعود. ما بورتو تمشي كرة خطيرة للفريق البرتغالي والهدف الأول ولكن أوفسايد على تريمي، أوفسايد على مهدي تريمي. رافينيا 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 ريمي شوت والدفاع وجالينو جالينو والحارس يتصدى مرة أولى مرة ثانية والهدف الأول. 1-0 بورتو، 1-0 للدراغاو، 1-0 قلت سيعاني برشلونة في هذه المباراة الصعبة. وهنا هدف الافتتاح لكبير البرتغال وسط فرحة الأنصار، الهدف الأول من بيبي عكينيو البور البرازيلي. شوف لحد الآن أي رد فعل برشلونة، يتقدم كانسيلو يدخل كانسيلو التعادل، هدف التعادل من جواو. برتغالي يعاقب البرتغال، برتغالي يعاقب البرتغال. جواو كانسيلو كاغولاسو 1-1 للبلاو جرانا. شوف رافينيا وحده كان ضيع كرة المباراة في نهاية الشوط الأول. جالينو يعود كرة، هذه خطيرة تريمي، تريمي خطيرة ملعوبة الكرة الصعبة، ما زالت الإمكانية التسديد مرة أولى مرة ثانية والحارس يتصدى، الحارس يتعملق الحارس. نتيجة عادلة وبورتو خطير بالهجمات ما زالت الصعوبة. جواو لكانسيلو لجواو الهدف الثاني، الهدف الثاني للبارسا، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق جواو فيليكس. هدف ممتاز ملعوب ومصنوع في البرتغال. البرسا كرة على القائم الثاني ويخرج ميدان يبانيلسو للتسديدة والدفاع.